مش هتصدق الدكاترة لقوا ايه في بطن السلحفة دي. القصة بتبدأ يا سيدي لما اشخاص نقلوا السلحفة دي للمستشفى بعد ما لقوها مريضة جدا وبتموت. الدكاترة فحصوها ولقوا في السونار كتلة غريبة جوه بطنها، عملوا لها عملية طويلة ومعقدة لحد ما نجحوا يطلعوا الكتلة الغريبة دي، واللي طلعت عبارة عن 900 عملة معدنية مصدية ومتآكلة. الغريب بقى العملات دي جت منين؟ بيقولك يا سيدي في تايلاند عندهم اعتقاد انك لما ترمي عملة معدنية ببركة مية ده هيخلي عمرك يطول. السلحفة دي واللي الدكاترة اطلقوا عليها اسم بانك كانت عايشة في بركة من دول، وفضلت تبلع في العملات اللي بتترمي عليها على مدار السنين لحد ما وصلت للحال ده. قول لنا رأيك في الحوار ده.